دائما. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل النهارده بيقف قدام نقطه ربنا بحابب ان هي تبقى مش بس واضحه عند الناس اللي كان بيكلمهم، لكن تبقى عند كل واحد مننا في فكره وفي ذهنه، اللي هي نقطه تبعيه المسيح واحنا بنمشي وراه علشان نبقى فيه زي الجموع اللي كانت ماشية وراه، بيعمل لهم آيات وبيشبعهم وبيأكلهم ويحقق لهم طلباتهم. لكن هنا ربنا بيقول إنه لازم يبقى التوبة والحياة الأبدية لازم هي تبقى الهدف الأساسي من تبعيتنا لربنا. الحقيقة هو دوت هدف تعامل ربنا معانا كلنا، إن الله يشتهي أن الجميع يخلصون. عشان كده نلاقي النهارده في قصة السنكسار أحد اللي احنا قريناهم، القديس الأنبا بيشاي صاحب الدير اللي معروف الدير الأحمر في سوهاج، كان بادي حياته يقول كده في القصة بتاعته، كان يسلك سلوك بعيد عن ربنا، لكن ربنا سمح له بمرض اللي هو ينبهه بيه، لأن هو عاوز إن هو يتوب وعاوز إن هو يبقى مصيره في الحياة الأبدية في الفردوس. وفعلا يستجيب القديس الأنبا بشاي ويحيا حياة كلها قداسة، ويبقى طريقه بعد كده كله تعليم مش بس للقريب منه لكن لكثير من الرهبان اللي بيشهد عليهم الدير اللي باسمه. مش كده، تعالوا مع بعض النهاردة نقول ازاي الإنسان يعيش حياة التوبة، ازاي يحيا حياة تبقى توصله إلى الحياة الأبدية. أول خطوة ان الانسان يقر ان هو غلطان وانه رافض الخطيه، والحقيقه دي الخطوه دي ما هيش سهل. كتير مننا لا يقر ولا يعترف ان هو غلطان، وبتبان كتير لو كل واحد مننا راجع نفسه لما بيخش الاب اعترافه ويعترف. كتير بتبقى الاعتراف عباره عن تبرير، فاكرين قصه سقوط ادم وحواء، يجي ربنا يكلم كده ادم يقول له انت كلت من الشجرة يا آدم، بدل ما يقول أنا آسف وغلطت وبعترف إن أنا أخطيت، قال إيه؟ ده حواء اللي خلتني آكل. طب تعالي يا حواء أنت كلتي من شجرة اللي أنا قلت لك ما تاكليش منها، كان برضو ممكن تقر وتعترف وتقدم توبة، لكن قالت له إيه؟ ده الحية هي اللي أغويتني. قصة التبرير اللي بتشاور إن إحنا بنرفض إن إحنا نعترف إن إحنا عندنا خطأ. وعشان كده دايماً ندخل كتير في اعترافاتنا وقليلا ما نستفاد من الاعتراف، مع انه اسمه سر التوبة والاعتراف. ويبقى اول خطوة في التوبة ارفض الخطية اللي جواك واكتشفها الاول، وقول انا خاطي، انا عندي الخطية الفلانية، انا عندي الضعف الفلاني. والواحد عشان يوصل لكده لازم يكون بتبقى يقعد مع نفسه ويحاسب نفسه ويفحص نفسه. يحاسب نفسه يعني ايه؟ يعني قبل ما اشاور عن الاخر اللي قدامي هو اللي غلطان واخش اشتكي منه في قعده اعترافي، او ان انا اشتكي منه لكل اللي حواليا، احاسب نفسي. ما جايز انا اللي غلطان، ما انا اللي ممكن اكون ساهمت في خطا اللي قدامي. ما فيش زوج بيعترف انه كان غلطان لما زوجته غلطت، او العكس. ما فيش اب بيعترف ان هو غلطان لما بيلاقي الابن او بنته غلطوا، مع ان كتير نلاقي ان سبب في اخطاء الابناء هو سوء تربيه واخطاء في طريقه التربيه بالنسبه للاباء. فيبقى احاسب نفسي وافحص نفسي، اشوف ايه الضعفات اللي عندي والخطايا الكامنه جوايا وانا مغمض عيني عنها. ياما في الواحد بتبقى جواه اخطاء من ناحية هو عارف انها موجودة لكنه رافض انه يعالجها، يقول كده انا كده وهفضل كده، واللي عاجبه يتصرف معايا ويتعامل معايا بالمنظر دوت اهلا وسهلا، واللي مش عاجبه يتعامل مع حد تاني. لازم احاسب نفسي واشوف الخطأ واعرف الخطأ واكتشف الاخطاء الغير ظاهرة. فاكرين لما ربنا كده في العهد القديم قال له في بيتك حرام ليه؟ لأنه كان في حاجة مستخبية يمكن كتير مش شايفينها، لكن الله شايف.
وعاوزنا ان احنا نبقى نتعامل معها ونفضحها ونخرجها ونبتدي نقول الاخطاء الحقيقيه اللي عندنا. يبقى اول خطوه في التوبه انك انت تقر بغلطك وتعترف بيه وترفضه. تاني خطوه اني اؤمن ان ربنا هيغفرها لي. والحقيقه في كتير الشيطان يقنعنا بعكس كده، ان الخطيه اللي انا وقعت فيها ربنا مش هيسامحنا عليها، ودايما الشيطان يزق في الاتجاه دوت اللي هو يودي لايه؟ لياس في وعدم الرجاء في ان ربنا قابل توبتي. تخيلوا ان كلمه واحده بسيطه نطقها اللص اليمين كانت سبب ان احنا نقول ان هو خطف الفردوس. والابن الضال لو كان شك وما كانش عنده رجاء انه لو رجع اقوم الان وارجع الى بيت ابي وانه لا يمكن يقبل توبتي، ما كانش رجع وما كانش ابوه قبله وما كناش سميناه الابن الشاطر، لان هو كان عنده رجاء ان ابوه هيقبله. كتير مننا ما يبقاش عنده الرجاء دوت، وفاكر ان الخطيه مهما كانت قاسيه ومهما كانت صعبه لا يمكن ربنا هيتوب. عشان كده دايما اقول الفارق بين بطرس وبين يهوذا، الاتنين غلطوا قدام ربنا وحق ربنا خطيه كبيره قوي، واحد انكر واحد باع، مش بعاد عن بعض. لكن في واحد فقد رجاءه فرح شنق نفسه ومات وكانت نهايته ان هو فقد خلاصه، اما التاني حقيقي بكى وحقيقي كان عنده نوع من الخزي قدام ربنا جامد جدا، لكنه في الاخر كان عنده رجاء ان ربنا هيسامحه وربنا ساعده، راح قال له بتحبني فارع غنمي، ووعده بان هو هيكون الصخره اللي هيبني عليها الايمان. وهنا تبان قد ايه ان الانسان اللي بيؤمن ان مهما كانت خطيته كبيره ارجع وقدم توبه قدام ربنا، وربنا لا يمكن بيرفض توبه اي انسان مهما كانت خطيته كبيره. يبقى تاني خطوه في التوبه انك تؤمن ان ربنا هيقبل توبتك. تالت خطوه واخر خطوه انه خلي بقى تفكيرك يحصل فيه حاجه بنسميها تعديل مسار. يعني ايه تعديل مسار؟ يعني خلي دايما تفكيرك بقى يتنقل شويه من الارضيات الى الابديات وغير الزمنيات، ويبقى دايما تفكيرك ناحيه الملكوت. لما كان الانبا بولا ولسه كنا بنحتفل بعيده من كام يوم، كان في لحظه بيتخانق مع اخوه بطرس على الميراث، وشايف ان حقه بالرغم ان هو الصغير ياخد زيه بالظبط ونصيبه في الميراث، وبعدين بيتخانقوا لدرجه ان هم يرفعوا امرهم يحتكموا عند الوالي في هذه القضيه. ولكن في لحظه لما شاف الصندوق اللي فيه المتوفي وهو ماشي قدامهم وعرف ان ده احد اغنياء البلد، قرر انه يغير مسار تفكيره وقال طب ما هو الانسان في الاخر عباره عن ايه؟ ان هو هيبقى راقد في هذا الصندوق. فيغير تفكيره خالص ومثاره، بدل ما كان بيتخانق مع اخوه على الجزء اللي ما ادهلهوش في الميراث على اعتبار ان هو الصغير، الى ان هو في لحظه يقول له ايه؟ خد كل نصيبي، مش عايز حاجه خالص، ويطلع عشان يعيش حياه الوحده، ويبتدي يغير تفكيره ويبقى ناحيه السماء، فيعيش في عزله عن الناس، حتى ان ربنا يقول للانبا انطونيوس انه الارض لا تستحق وطئه قدمه، وانه صلاته تنزل الامطار وبركه كبيره صلاته لهذه الارض. التغيير اللي حصل ليه عنده لما نظر الى ايه؟ الصندوق. حتى الانبا انطونيوس كان دايما شغله فكره انه عاوز يعيش حياه كلها صلاه مع ربنا، فتحصل له هذه اللحظه اللي غير فيها تفكيره لما يخش للقداس ويسمع في الانجيل بتاع اليوم دوت انه اذا اردت ان تكون اذهب وبيع كل اموالك. عشان كده الخطوه الثالثه في التوبه غير طريقه تفكيرك ومسار تفكيرك، فكر في حياتك الابديه. كتير مننا بيبقى عاوز فعلا يعيش مع ربنا، لكن للاسف بيبقى الشيطان مخلينا دايما حاصرين تفكيرنا، ويبقى عامل زي لما ربنا ادانا المثل بتاع الزارع. كل ما نيجي نفكر في الابديه الشيطان يطلع لنا افكار ارضيه، فتبقى عامله زي الشوك اللي يكبر ويخنق
كل الافكار الحلوه، عشان كده نطلع مؤتمرات نقعد نبقى فيها حاسين ان احنا في السماء، وبنستفاد بالكلمات اللي احنا عمالين نسمعها واحنا موجودين في المؤتمر، وتبقى المود بتاعنا كله روحاني، وتبقى تفكيرنا جميل قوي، وتعودنا خلال الايام اللي احنا كنا موجودين فيها في المؤتمر على طريقه حياه وصلوات وتسبيحه وكلمات وحاجات جميله قوي، ان احنا نحضر كل يوم قداس، وبعدين اول ما نرجع تبتدي بقى الافكار اللي في الدنيا ومشاكل الدنيا والحياه وكل الحاجات اللي الشيطان يزرعها حوالينا تبتدي تطلع وتخنق كل الحاجات اللي احنا رحنا المؤتمر عشان نتعود نعيش بيها لما نرجع، ويبقى الانسان بدل ما كان هناك عمال يفكر بس في الحياه الابديه، لا ابتدى يرجع شويه شويه يفكر في الحياه الارضيه. عشان كده الخطوه الثالثه في حياه التوبه، حاول تخلي اولويات تفكيرك مشغوله بالحياه الابديه. والحقيقه دوت الانسان لما بيقدر يوصل له بيلاقي نفسه في قمه السلام وفي قمه الفرح، ويلاقي نفسه عقله ابتدى يهدى وابتدى يبقى عنده طمانينه، وابتدت تبقى كل ثمار الروح القدس تبقى واضحه عنده، ويعيش في هدوء، ما فيش حاجه قلقاه، ما فيش حاجه بتوتره، ما فيش حاجه بتخليه يفقد سلامه فيتخانق مع الناس على ابسط شيء. فالخطوه الثالثه هي انه خلي تفكيرك مشغول بالحياه الابديه. أرجع معاكم الثلاث خطوات اللي قلناهم لأن الإنسان يعيش حياة التوبة. أول حاجة اكتشف الخطية اللي عندك وابتدي ارفضها. تاني حاجة إنه الإنسان يؤمن إن ربنا هيغفرها له مهما كانت جامدة ومهما كانت كبيرة. قدم بس توبة وارجع، إن ربنا هتلاقيه بياخدك في حضنه زي ما أخد الإبن الضال، وابتدى يغيره وابتدى يلبسه وابتدى يخليه يلبس حاجة في رجله ويرجع له الخاتم في ايديه. تالت حاجة انه غير تفكيرك اللي محصور في الارضيات، وخلي دايما تفكيرك يبقى الاولوية بتاعته يفكر في السماء والحياة الابدية التي ليس لها نهاية. ربنا يدينا.